وهل يستطيع الحاج إذا أحرم مثلا بالعمرة والحج من الميقات ثم بدا له بعد الطواف والسعي أن يتحلل؟ هل يستطيع أن يتحلل؟ له أن يفسخ الإفراد إلى تمتع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين أحرموا قارنين أو مفردين أن يتحللوا من إحرامهم بعدما طافوا وسعوا بين الصفا والمروة، أن يتحللوا من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة، يعني يتحولوا إلى تمتع. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. بارك الله فيكم. بقي في سؤال السائل: أيها أفضل بالنسبة لمن لم يحج هذه الأنساك الثلاثة وبالنسبة لمن حج مرات كثيرة؟ الأفضل من هذه الأنساك الثلاثة تمتع ثم القران ثم الإفراد، هذا هو الأفضل مطلقا بالنسبة لمن سبق له الحج وبالنسبة لمن لم يسبق له الحج. الأفضل له التمتع ثم القران ثم الإفراد. بارك الله فيكم. وبعض الحجاج قد يعجزون عن دفع قيمة الهدي فيحرمون بالإفراد، ثم إذا أنهوا حجهم جاءوا بعمرة. لا حرج في ذلك، إذا فعلوا هذا فلا حرج عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم بعدما فرغوا من أعمال الحج لما طلبت ذلك وألحت، دل على أنه لا بأس أن يأتي بعمرة بعد الحج، لكن يأتي بها من الحل، يعني يخرج إلى الحل إما إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى عرفة أو إلى موضع خارج الأميال أميال الحرم ويحرم بعمرة. نعم، أثابكم الله. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي استمعتم فيها إلى إجابات فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على رسائلكم واستفساراتكم، فجزاه الله خيرا عنا وعنكم. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وهذا المهندس أحمد بن عبد الله الغامدي يحييكم، وإلى اللقاء بكم في